أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أول مباراة لكأس العالم ويقام لأول مرة في دولة عربية وهي دولة قطر الشقيقة. ابقوا معنا لنتعرف كيف يتابع المشجعين والمواطنين هنا في قطاع غزة مباريات المونديال. انا حاضر كاس العالم في الشغل، تمام. بالنسبه لي طبعا بشجع المنتخبات العربيه على اعتبار انه احنا عرب يعني، وبنحيي قطر على الاستضافه، وهذا انجاز لكل العرب طبعا مش بس لقطر. تجهيزاتنا للمباراه طبعا جهزنا اشتراك البي ان في الدار، لكن من بعد ربع النهائي او من بعد دور ال 16 راح يكون لازم تحضر بين جمع بين الناس، لانه تحضر مباراه في كاس العالم حدث عالمي بكل 4 سنين ما بينفعش نحضر لحاله، لازم تعيش جو المباراه. بس كان عمري 18 سنة يعني ما لحقناش نعيش هيك أجواء يعني كأس عالم مسابقات رياضية بهذا الحجم يعني، ولكن داخل السجن كان في عندنا طموح أو حلم أو أمني أنه احنا نحضر كأس عالم إن يعني خارج أسوار الاعتقال. والله أجواء حماسية فعليا يعني احنا بنحضر لكأس العالم تقريبا من سنة من الوسم بيتصدر وإحنا بنلاها كثير يعني. إنه ممكن نطلع أنا وأصحابنا على كافي أو ممكن نروح عند واحد من أصحابنا على البيت نقعد عنده ونحضرها، زي هيك أجواء يعني. ممكن نشجع الأرجنتين عشان ميسي، ممكن البرازيل تاني شيء، ممكن قطر عشان دولة عربية. هاي أول مرة أنا بعد العام 17 عام من الاعتقال انا بتواجد في حريه وبدي اعيش جو المونديال خارج السجون. كان الامنيه انه احنا نحضره في قطر، ولكن لصعوبه السفريات، الاغلاق الموجود في غزه، الحصار السائد للاسف الشديد، فهذا يعني حال دون الوصول الى الحضور لقطر يعني. من مؤيد دائما للارجنتين بشكل عام، فانا بتوقع يعني احتمال كبير يكون النهائي يكون بين الارجنتين والبرازيل، لان هم اكثر فريقين منافسين بقوه. وطبعا كلنا مع المنتخب الارجنتين ونتمنى ميسي يحمل الذهب السنه هذه. النهائي كتوقع بتوقع ممكن البرازيل او فرنسا، يعني هي كاقوى منتخبين انا شايفهم، لكن تمني ان انا اللي بتمناه ان تكون بين الارجنتين والمانيا. الأرجنتين تفوز إن شاء الله. استنى كأس العالم على نار وحيكون إن شاء الله في قطر، ومتوقعين الأرجنتين ميسي ياخدها، بس إنه بضل في منتخب خلاص الواحد بحبه. أنا صراحة البرتغال أو أسبانيا تاخد كأس العالم، صح إنه مش هالمقومات عند المنتخبين، لكن بضل الموضوع عاطفة أو إيش شخصي إنه أنا خلاص بحب لاعب الفلان اللي لعب كذا، عشان هيك أنا حابب البرتغال أو أسبانيا تاخد كأس العالم.